الو. الو، ايوه ايوه مساء الخير. سنور، اتعرف بيكي. اسمي يا سما. اسمك ايه؟ سما، زي ما هو بيقول لي سما. سما. طيب سما كم سنه؟ 28. هو بقى ارتباط عاطفي ولا ارتباط رسمي ولا لا؟ جواز. جواز يعني؟ انت متجوزه؟ اه. هو بيقول لك خنقه ولا سما؟ ايه؟ بيقول لك خنقة ولا سما؟ سما. سما. طب كويس. كويس الحمد لله. بص، انا قصتي كبيرة وانا كان نفسي من زمان اوي اتكلم معاك، بس انا تحت امرك اتفضلي. ميرسي ليك. بص، انا كنت متزوجة قبل كده. قعدت يعني كان ساعتها عندي 18 سنة. قعدت 5 سنين مخطوبة، وبعد كده اتجوزت 2 سنين وانفصلنا بعد كده، وجبت طفل. وبعدين قعدت 9 سنين لوحدي، معيش راجل، وما احبش ان اتكلم مع رجاله، كنت بخاف منهم. بعد 9 سنين قابلت انسان معايا في الشغل اللي هو انا مرتبطه بيه دلوقتي، وحاربنا كتير قوي عشان نتجوز، والناس كتير كانت رافضه الجواز ده لاني كنت متجوزه قبل كده وهو ما كانش متجوز. بس حاربنا ووقفنا على رجلينا وجبنا كل حاجتنا بالقسط انا وهو، وربنا يعلم انا عملت عشانه ايه، حاولت اقف جنبه في كل حاجه. جميل، وقفتوا مع بعض واتجوزتوا وحققتوا حلمكوا والحياه ماشيه تمام. وكل حاجه انت متخيلها انا عملتها معاه، وكنت بخاف عليه ويخاف عليا، كل حاجه حلوه. وكان بيعامل ابني ده كويس جدا فوق ما انت متخيل. حصل بينا مشاكل زي اي اثنين زوجين، يعني ان هو كذا مره يقول لي احمد ربنا ان انا واخدك عشان متجوزه قبل كده، احمد ربنا ان انا واخدك واخد ابنك معاكي. فعادي يعني اتخانق معايا نتكلم. لا مش عادي، مش عادي، مش عادي. اتفضلي كملي. ممكن اكون انا اتنزلت عن كرامتي، انا مش هقول لك لا. وانا كتير اتوسلت له انه ما بعدش عني كتير، ان انا هنت نفسي معاه كتير، مش هقول لك قليل. واحده زميلتي الانتيم بتاعتي قالت لي حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك دي. قلت لها انا مش تحت اطار ان انا اتطلق تاني، انا رافضه كلمه طلاق، انا ما مش بحبها. انا عايزه احافظ على بيتي، يعني انا ما عرفتش احافظ عليه اول مره، مش عايزه يرجع مني تاني مره. المهم يا سيدي، كذا مرة يضربني وكذا مرة يشتمني وعورني قبل كده في عينيا، وأخوه وقف له وقال له ما ينفعش اللي أنت بتعمله دوت. كتير يقول لي أنت مهملة في البيت، وأنا والله ربنا يعلم أنا مش مهملة في البيت خالص، أنا بالعكس أنا نظيفة جدا في البيت. يعني بدأت الحياة تتشقلب. أه جدا فوق ما أنت متخيل. وشغله كمان يعني هو بيشتغل بالليل بيبات بره، فلدرجة إن أنا تعبت من شغله بالليل ده. قلت له أنا محتاجة لك جنبي، أنا عايزاك جنبي، أنا تعبت في القعدة لوحدي. لا بس ده شغل يعني لما يكون عنده زي ده، في ناس بتشتغل في السعودية ويشوفوا عيالهم ومراتاتهم كل سنة مرة. أنا معاك مفيش مشكلة، بس لما يكون الراتب الأساسي بتاعك 500 جنيه وأنت بتدفع إيجار 600 جنيه يبقى ده أعتقد فيه وراه سر إن أنت ليه قاعد في المكان ده. طب ما هو الراتب الاساسي 500 جنيه قد يكون فيه مكافئات علاوات حركات. لا 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 لا، انا شغاله معاه في نفس المكان، بس انا شغاله شفت بدري شويه، بروح مثلا 12 وهو بيجي تاني يوم الساعه 8 الصبح. فهي انا شايفه ما فيش مكافئات، ما فيش غير حاجه مثلا لو هيدوك محنه عيد، لو هيدوك محنه مدارس، يعني هي منحه مش محنه. طيب بس حاولت ان انا اخليه يسيب الشغل، ما رضاش. فجه في اول امبارح، انا بتكلم معاه عادي جدا، احنا بقول لك احنا بقالنا 1.5 سنة متجوزين. في خلال 1.5 سنة دول مشاكل وحب وغرام وكل اللي انت تتخيله كان بيحصل في 1.5 سنة دول. جت اول امبارح جيت لقيته بيتشيك قوي على سنجه 10، وبيقول لي انا خارج الساعه 7:30 الفجر الصبح. بقول له انت رايح فين؟ فبيقول لي انا رايح مع قريبي. بقول له انت متاكد يعني ان انت رايح مع قريبك ولا رايح تعمل حاجه ثانيه؟ فراح قال لي لا لا انا رايح مع قريبي. المهم ايه، خلاص مشي وراح، وقبل ما يمشي حضننا بعض وخدنا فلوس من بعض ومشي. جه بالليل انا لقيته هنا في الشقه قاعد، وانا مش لاقيه يعني، انا كنت عند والدتي وجيت لقيته قاعد. فرحت لقيته بيقول لي على فكره انا رميت عليك اليمين. طلقك؟ اه. قال لي انت طالق بالثلاثه. ليه؟ فراح، فبقول له ليه؟ بيقول لي عشان انت بتخونيني. قلت له انا مش بخونك، انا بسالك انت رايح فين الساعه 7:30 الصبح. من حقي انا شايفاك بتلبس يوم جمعه الساعه 7:30 الصبح وتقولي انا خارج مع قريبي هعمل له حاجات في عربيته، يعني هدهن عربيه وكده، ولبس جديد ونوفي، هو ما بيحبش يروح اماكن. ما حدش هيروح للميكانيكي صحيح بلبس جديد نوفي.
مش ميكانيكي، هو رايح هو بيصلح الحاجه بايده، فاهمني؟ كمان فيعني هو اول مره لما يروح شغل بايده يكون لابس لبس شيك. فانا سالته من باب العادي ان انا هو عارف ان طيب انا بحب. اللي حصل اللي حصل ايه بعد ما اتطلقته؟ هو احنا بقى لنا 3 ايام دلوقتي متطلقين، جت اهله اتكلموا مش عارفه ايه، واخوه قال له ان استخر ربنا، استخر ربنا وقال ان هو مش عايزني تاني، وانا تعبانه انا تعبانه، وقال كلام مش حلو، قال اسرار اوضه نوم للناس، قريب اخويا صاحب اخويا ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. انا بقى لي 4 ايام يا اسامه مش باكل. بصي عايز اقول لك حاجه، لو سعيتي وجريتي وراه عشان تصلحي الامور انت خسرانه. ليه؟ ليه؟ هقول لك ليه. لان الراجل لما يطلق واحده ست يلفظها يحدفها يرميها وتقعد تقول له النبي وعشان خاطري وابوس ايدك ورجلك رجعني، هتبقي عماله ترخصي 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 ترخصي، ولما رجعك بقى مش هيضربك، لا ده هيديكي بالجزمه. انا بقولها لك بمنتهى الامانه. انما لما تتعززي وتقعدي في بيتك وتبعدي عنه تماما وتسكتي ولا كانه موجود، ولو حتى قابلتيه في الشغل تعملي نفسك عادي جدا مش متضايقه من اي حاجه، ده هيحرق دمه، ده هيخليه هو اللي يرجع يكلمك تاني. دي اول حاجه. تاني حاجه، هو خد قراره وظبط نفسه وظبط حاله وظبط كل حاجه، وبعد كده قال لك هستخير ربنا، وبعد كده قال لك لا خلاص ما انا استخرت ربنا ومش نافع. خلاص مش نافع مش نافع، بالسلامه. ما تلزمنيش، اذا كنت انا ما الزمكش قراط فانت ما تلزمنيش 100 قراط. مش واقفه على واحد، الدنيا مش واقفه على واحد. انما ارجع من البيت من شغلي فجاه تلاقيه رامي عليك اليمين قال عشان خونتيني، لا طبعا. اي ست بتسال جوزها رايح فين وجاي منين وايه ده وانت متشاكلي وحاطط ليه، كل الستات بتعمل كده. لا انا اعتقد ان هو كان يعني بيظبط نفسه في الفتره اللي فاتت على حاجه تانية، وبالتالي خدي جنب وقعدي في بيتكو ومنتهى الاحترام واحترمي نفسك، واللي عايزنا يجي لنا احنا ما بنروحش لحد.